السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو ساموري. النهار ان شاء الله نتحدثوا على واحد الخلطة سحرية مفيدة للأرانب، تصلح للزيادة في الإنتاج والوقاية من جميع الأمراض. إذن هذه الخلطة هي كما ذكرنا هي وقاية لجميع الأمراض التي تصيب الأرانب في فصل الصيف، وهي في الحقيقة صالحة لجميع الفصول، يعني لا بالنسبة للصيف لا بالنسبة لجميع الفصول. هي في الحقيقة الخلطة سهلة، كدير كتزيد في الإنتاج ديال الأرانب. هذه الخلطة بلا ما نطول عليكم هي عبارة عن جوج بصلات، البصلة العادية اللي كنستعملوها البصلة العادية، وجوج حامضات، وفص ديال الثوم كبير. شنو كنديروا؟ كنشدوا داك جوج حامضات وكنعصروهم، البصلات جوج كنشلضوهم بالموس، والثوم كنقشروه. كنوضعوا هذا الخليط في المولينيكس او الخلاط، واللي ما عندوش يعني ما عندوش المولينيكس او الخلاط ممكن انه يديرهم غير في المهراز ويهرسهم يدقدقهم. من بعد هذه الخلطه هذه كدار مع 10 لتر ديال الماء، كنخلطوهم مزيان، نخليهم تيرقدوا شويه، وكن ندير لهم واحد نقولوا الناس اللي عندهم صفايه ممكن انهم يصفيوها، الناس اللي ما عندهمش صفايه ممكن يديروا واحد المنديل ويصفيو هذاك الخليط. اذا هذاك الخليط شنو غادي نديروا له؟ هاد الخليط غادي نشدوه وغادي نعطيه للارانب ديالنا لمده يومين. منين كنعطيهم لمده يومين اسمو غادي نلاحظوا. دابا هادو النتائج اللي ان شاء الله غادي يكونوا عندكم، اسمو هما يعني النتائج. اولا ما غاديش يبقى عندكم ان شاء الله، غادي تلاحظوا انه ما بقاش عندكم الحالات ديال الاسهال. من بعد غادي تلقاو عاوتاني ارتفاع ملحوظ في النمو ديال الارانب، خاصه الارانب في عمر اقل من شهرين. غادي تلاحظوا انهم بداو واحد كيكبروا بواحد الشكل ملحوظ وملحوظ، يعني نتوما غادي تلاحظوها. ثم غادي تلقاو عاوتاني غادي تلقاو عدم موت الارانب بعد الفطام، يعني ما تكونش عندكم ديك الصدمه ديال الفطام. غادي تلاحظوا هذه القضيه كذلك. سمو غادي تلقاو عاوتاني غادي تلقاو باللي الارانب ولاو كيشربوا بزاف ديال الماء، وهذا راه نقطه مزيانه. وكذلك غادي تلقاو ان الفضلات ديالهم اعزكم الله بدات كتقل، يعني ما بقاش غادي تولي ما عندكمش الفضلات بزاف يعني تحت القفص ما غتلقاوش الفضلات بزاف. وهذا هاد جوج نقاط ديال الماء والفضلات راه مؤشر جيد، يعني بالنسبه للنمو الطبيعي ديال الارانب. تلاحظوا ان الارانب ولاو كينمو بواحد الطريقه طبيعيه، و يعني انتم غادي تلاحظوا ان الوزن بدا كيزيد، وغادي تلاحظوا ان الارانب ديالكم ولاو مزيانين في الصحه ديالهم. كذلك بالنسبة للناس اللي كيخافوا من شهر 8 على حساب التسمم الدموي، يعني الأرانب كتجيها التسمم الدموي، فهاد الخلطة هذه فيها الثوم شنو كيدير؟ هو كيمنع هاد الحالات ديال التسمم الدموي، لأنه شنو كيدير؟ كيحدث سيلان في الدورة الدموية، يعني ما كيخليش تجلط الدم. هو في حقيقة التسمم الدموي راه هو عبارة عن الدورة الدموية أنها ما كتبقاش كتكون بواحد الطريقة كما عطينا سيدي ربي، أن الدم كيتوقف وكيتجلط في واحد الأماكن في الجسم، لذا كنلقاو هاد المشاكل ديال التسمم الدموي. بالنسبة لهاد الخلطة إن شاء الله غادي تحميكم من التسمم الدموي كذلك. اذا بعد ما يشربوا هذا الارانب يشربوا هذا المحلول، فوقاش نقدروا نكروه مره اخرى؟ فوقاش نكروه؟ غادي نكروه من بعد 10 ايام.
يعني ملي غادي يشربوه لمده يومين حاولوا انكم تكرروا لهم العمليه لمده لا 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 من 10 ايام 10 ايام ل 10 ايام. من بعد صافي غادي تلاحظوا ان الارانب ديالكم ولاو مزيانين الحمد لله، ولاو كيكبروا بطريقه طبيعيه، غادي تقل الامراض، غادي تقل الوفيات، غادي تزاد في الانتاج. المهم هذه الخلطه راه مجربه، استعملوها ان شاء الله ما يكون غير الخير. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، خلطه سحريه ان شاء الله اللي غادي تنفعكم وتنفع الارانب ديالكم والناس اللي عاد بادين. حاولوا انكم ديروا هذه الخلطه هذه وغادي تحسوا بالارانب ديالكم تبدلوا عليكم ولاو مزيانين. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، دعمونا بزر جيم، ما تنساوش دعمونا بزر جيم، وتفعيلوا على الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.